نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على EFM. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال، وقضية اليوم بجتزنا لمصر وبالتحديد المحافظة المينيا أو كما يسميوها عروس الصعيد. فتاح علي مجزب يا كريم، يا فتاح علي مجزب يا كريم، اديني باكو معسل يا ابو حسن، وهات ربع حلاوة صحنية معاك كمان. الأطوار متاع القضية بدأت عام 2003 وبالتحديد في قرية على الضفة الغربية لنهر النيل، وكنقولوا قرية في الصعيد معناها عرش كامل بأصول وفروع وحوشيه، وما ياخذوا كان من بعضهم بنت عمي ابن عمي ولد خالي بنت خالي. لو مارياج كونسونغان يعني زواج الأقارب هو الساس وهو القاعدة بدون استثناء، وهذه ماهيش خاصية مصرية، الأرياف الكل اللي عند العرب وحتى عند غيرهم فيهم نسبة مرتفعة من الزيجات ما بين أولاد العمومة والإخوان، لأنه كل عرش منغلق على نفسه وقليل وين باش يصير احتكاك بالعالم الخارجي. وهو كالسلفي واللي نسيب، ومرت العم تولي حمات، وبنت العم تولي كنا، الحاصل الإرث ما يخرجش من العشيرة وإلا القبيلة، وكل واحد وزهره. فما اللي باي وجاف المال والاخر في الهبال، واللي في تجميع نساء ومجامعتهم، واللي جاه في السكر وغرض الدم. في نفس الاجواء الصعيديه يلزمكم تعرفوا أنه الطفل اللي فرتل ويشم سنانه معناها يولي يفرق ما بين ريحة الغبار وريحة الثور وريحة لنثة، يقول لهم أنا عايز يتجوز، أنا عايز صبي. بطبيعة الحال يفرزوا له كعيبة من بنات عمه وإلا من بنات خاله، ويقولوا له جازت لك يا معود، وهو كخيرنا ما يمشيش لغيرنا. هذا هو اللي صار مع سي سمير دوب ما غلق العشرين سنة، ابدأ يغني عمي يا صاحب الجمال ارحمني دنا ليلي طال، ومن ناحية ليلو طال لا قصر ولا طول، طول مشى العم وخاطب في بنت الحسب ونسب انتصار. عمو ما قالوش لا، لأنه خدمها بينه وبين نفسه على أساس ما يلقاش خير منه باش يعطيه الطفلة هذه كانتصار. وهو في الحقيقة لو كان جاه واحد على ريحة الريحة ومنتف راه ولفق هالو. وباش ما نفوتكمش بالحديث، هالعم هذا ماخذ زوز نساء وعنده نص الزينة أناثي وعلى روس بعضهم، والكلهم حالين للزواج. بالنسبة ليه يلزم يبقتهم، يعمل ليكيداسيون دو ستوك، المفيد بأنقص واحدة. والطفلة انتصار هذه ما عملتش 18 سنة، يعني ما زالت تلعب في الترعة مع الخشاشر، يتحاطفوا بالجلة يعني روث البقر. ايه الحلاوة دي كلها يا بنت؟ بيقولوا عني في البلد يعني مالي ازاي. وسمير حلات في عينه، قال هذه هي اللي تصلح بيا، ظلمة ومظلمة وبقرلة في زرعلة، النجم نتحكم فيها كما نحب. وزيد كان يتبع في حركاتها وسكناتها كل يوم وقت اللي تمشي مع أمها ولابوها للغيطان، يعني باش يخدموا الأرض. فوق من هذا هما الدار في الدار جيران ساس، لكن أم سمير وخلينا نقولوا مرتبوه لأن أمه متوفية ما كانتش متفاهمة مع أم انتصار اللي حبها سمير، وهذا أمر طبيعي ويصير عند برشا نساء. من شيرته بو انتصار في التصور متاعه عمل أفار كبير، لأنه سي سمير هذا من فئة العمال المهاجرين يخدم في الأردن، وفي مصر بالخصوص اللي يخدم في بلاد برا يتسمى سلطان زمانه، يفرشوله الزربية الحمراء ويحطوه فوق ريوسهم، خاصة إذا دبر كونتراته في السعودية وإلا في بلدان الخليج.
والعائلات وقت اللي يجيهم واحد من الجميعة هذم ويخطبهم في بنتهم موش يعطيوها له برك، إذا كان الزم الواحد منهم يطلق المرأة ويزيدها له بونيس. والعرض هذا كما تتصوروا ماهوش موجود كان عندهم هما برك، حتى احنا زادة وربما أكثر. برشا عائلات يحلموا أنهم يعطيوا بناتهم لزمجري وماشي في اعتقادهم أنه من تلاه برشا خير وخمير وفلوس. في مجرياتها الأحداث وبعد ما تمت الخطبة الزواج تقرر في صيف 2003. سمير جاء من الأردن جاب فليجة فلوس واسمع يلي ما سمعتش، طبال وبراح ازرد ولايم، واللي كلا يقول اللي ما كلاش واللي شرب يقول اللي ما شربش، الحاصل اشتيح ورديح وضرب بارود صحيح، والفن الصعيدي شرق على بزو معناه. القصبة صوتها صداح ولا سكتة زكرة ولا مزمار ولا طفات أنبوبة ولا خمدة نار. ولهنا فات السهرية وخلينا ندخلوا في الأمور الرسمية. في المرحلة هذه العرس وفات معاها الأفراح والليالي الملاح، وجمعة بالضبط بعد العرس انتي صار ما عملتش السابع متاعها، لا فحجت على حوتة لا على فلوس. وسي سمير بعلها يعني راجلها قالوا له مايا في وديعة ربي. يا ولدي وين ماشي؟ قالوا له تراجع للأردن. قال لهم يا رسول الله. قالوا له يا أخي انتي جيت باش ترجع؟ ولهنا بدا يكثر القيل والقال والتوتويت في التراكن. اشنو هالراجل اللي عرس وما يقعدش حتى جمعة كاملة بحضة مرته؟ كيفاش يخلي مرته عروسها هكاكة وحنتها مازالت كيف كحالت؟ لا حاك وملا عمرنا ما سمعنا علاش هكا المغبونة هكاكة. الحاصل هكا العرس ولا برمة تغلي بالكلامات والسلامات والتقطيع والتريش. مختصر الحديث في ليلة السابعة متاع عرسه، سمير في عوذي بيت بحضة مرته ويعمق المعرفة معها، بات في عمان في 900 مربع مع 3 خدام أخرين يندبوا على سعودهم في بلاد الناس. صحابه بيدهم بهتوا قالوا له إيه جابك يا أبو سمرة؟ قالوا له من الرغيف الرغيف يا أخواتي. وبطبيعة الحال في ليلتها بدا يحكي لهم على البطولات متاعو متاع هكا 6 أيام دخلة وسابحهم خارج البلاد برا. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سمير قبل ما يسافر قال لمرته انتصار اللي هو باش يبعث لها فلوس بصفة منتظمة، وفي صورة ما إذا تستحق تتسلف من عند أمها وهو كيجي رجع لها. ولهنا يقول القائل مش أولى أنه أبوه ولا أمه هما اللي يعطيوها؟ لكن كما سبق وقلنا لكم الأمور ما كانتش على أحسن ما يرام، يعني مكهربة ما بين مرت أبوه ونسيبته أم انتصار مرته. الطفلة كيف اللي ما جاتهمش على المضاها، ورغم اللي قبلوا باش يعطيوها له ما كانوش يستلطفوها برشا، وهي كيف كيف ما كانتش رايمتهم بالكل. وهذاك علاش ما قبلتش تسكن بحذاهم بعد ما سافر رجلها، وهذا عوايد الصعيد وقت اللي المراه رجلها يسافر. انتي صار خيرت باش تقعد وحدها في دارها، لكن هوك على عينيهم وهما كانوا يعسوا عليها في الرايحه والجايه كما يقولوا في مصر. الطفله عروسها ما زالت تتفور من دخلتها وشكون يعرف على البلاد. فيها التطور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أنه هكا 7 يوم من العرس اللي سافر فيه سمير للأردن أبقى 30 شهر فرد جنب غادي، لا طلة ولا ظهرة، لا قال هكا المغبونة اش عاملة اشنو اللي صاير فيها، لا حتى شيء. عايش معاها بالمراسلة، معناها كل شهر يبعث لها ماندا. هذا كهو الأمور هذه دامت كما قلنا لكم 30 شهر، معناها 3 سنين. زعم هذا معقول؟ الطفلة كما تعرفوا عمرها أقل من 18 سنة وعاشرة راجلها كان 6 أيام برك، قص عليها العسل في 6 يوم ما كملش حتى شهر. ومن بعد يقولك علاش فما هالفويت متاع الماء. كلامنا بلدي لكن غالي وفي الصمر
الحب بالدم لا بيضة ولا سمرة. فيها المرحلة هذه من زواج سمير وانتصار وبعد غياب 3 سنين ترجع. طب نكلي الأول وبعد كده نتحدثوا. ما كنت شعرت إنك حلوة قوي دي. ما تكسفنيش. وهكا الرجعة هذيك جابت أكلها. انتصار باش تجيب صغيرها الأول بنوتة وتواصل الحال فيما يخص الصفر متاع سمير وبقى ماشي جاي، لكن ما عادش يغيب برشا. محسوب كل عام يروح مريرة وساعات يقعد 3 شهور كاملين بحذا انتصار. واللي بعد عامين ما بشرت بك الطفلة الأولى جابت طفل، وبالطبيعة سمير بوه وينتلقاه. قدرني قدرته والله، اذكر وثور وفحل وما أدرك من الفحل. ومسكين اللي في الصعيد يجيبهم بنات الوحدة في جرة أختها. وباش ما نطولوش عليكم، الحال بقى هكاكا حتى العام 2012، يعني 9 سنين كاملين تعديوا وهكا الخشاشر كبروا، ولات عمارهم 6 و4 سنين. وهكا صغار وأمهم انتصار ما شافوش سمير برشا، يمكن في هكا 9 سنين وفي قالب بعض شافوه شي عام ونص مفرقين. ولهنا وحسب التجربة متاعي في برنامج نهج التريبيونال، سالق بيكم اللي انتوما قاعدين تتسائلوا على انتصار وتقولوا يا هل ترى في هكا 3 سنين قعدت عاقلة زعمة ما هبتش عليها الرياح. على كل حال، الأغاني التونسية القديمة فيها ما تذكر عن الموضوع هذا. تلفتي صغرك ونشتاف علي بالشيح، فناشي شجرة ما يهبهاش الريح. وإجابة على السؤال هذا اللي خامر فيكم، باش نرجعوا الفيلم متاع هالقضية لعام 2011. في مجريات هالأحداث وفي عام 2011، واحد فلاح هوسك ولا غندلاف فايت ل40 ماخذ زوز نساء وعنده مجريشة صغار في جرته، ويسكن في نفس النهج اللي تسكن فيه انتصار. السيد هذا اسمه سيد، عينه جات في الشحمة، والشحمة هي انتصار. يشوف الطفلة ماشية جاية ولا من حيزها. أشكون بها الشختولة المنطلطة واللي تترنح كل يوم ما بين النهيج والغيطان وعينيها بكلها دموع. سي السيد قال زعما نجرب حظي ونرمي صنارة، اشنو المانع؟ من بعد خاف، قال له كان تفزع علي اولاد عمها يتخوني، علاش نمشي هكاكا في قلعة الله اكبر؟ على الاقل ميسالش لو كان ذقت الفال. الحاصل قال فك عليا، لكن هي سكنت له في مخه ولا يخمم فيها ليل ونهار. الحاصل باش ما نطولوش عليكم بحديث، قال نعم بولي فسدها، الدنيا فيها موت، نصدم ربي كبير. لكن كما تعرفوا الزدمة في الصعيد ماهيش سهلة، مش كما لافنيو متاعنا. وقت اللي الواحد يحب يعمل الزوفيرة يعني تبزنيسة، يقرب من الفريسة متاعه ويبربشها ويحاول يجبد معاها الحديث ويبدأ يقيس قبل ما يغيس. وهو كإذا كان ما قالت لك شي بقلة ولا خازوق ولا كلمة كبيرة ما تتقالش، معناها راهي عندها استعدادات بدنية لبس بها. سي السيد بدأ يجرب بالعينين، وهو عنده خبرة في الأمور هذه، ديجا متكي على زوز نساء في دارو بجنب شكارة السميث وشكارة النخالة. الحاصل اخدم انتصار بالعينين من بعيد لبعيد تحت حس مس. وفي نهار من نهارات بعد ما خدمت العينين مليح، قال في نفسه يظهر لي الطفلة طابت وهابت وارتابت وبدي عسلها يبان. مختصر الحديث، بعد المغرب وقت البلدان اللي تيه والناس شدوا ديارهم، وكيما سبق وقلنا لكم في الريف وخاصة السعيد يرقدوا مع الدجاج ويقوموا مع السرادك. سي السيد هذا مشى لدار انتصار وعينيه على كتافه باش يتأكد اللي حتى حد ما شافه أو يتبع فيه. اشنية الفكرة اللي جاتو؟ يقص عليها الضوء. المناقل متاع كبانية الضوء كانوا البرة من الديار، معناها أي واحد ينجم يطلع أو يهبط الديجونكتور ويتقص الضوء. والسيد هذا كان عامل في حسابه لانتصار وقت اللي قص عليها الضوء باش تخرج من دارها تشوف المنقلة شنو اللي صار لها. وكان العمل لكاكا، هو قص الضوء من هنا وما تعدتش دقيقة وهي حلت الباب وتلقاه قدامها كلك مانترو. اتفاجأ. هو امتى يا وعدي؟ الامر بذات نفسه هو اللي فتح لي. عاوز ايه يا
ودمسي وفوس الايادي. قالت له اشتعمل لهنا؟ قال لها سمحني جيت باش نحكي معاك. قالت له اما تحكي مهبول ولا بعقلك تحب راسك يكولوا بيه العيال في الترعه؟ اي يقلب وجهك من قدامي ليشوفوك وتتجبد المكاحل. هو شد صحيح على خاطر كان عنده احساس الانتصار ماذا بيها تحكي معاه. وقتها راح عليها انه يدخل معاها لداخل باش ما يشوفوهمش. هي قالت له مستحيل الولاد مازالوا فايقين. سي السيد وقتها تنهنها وقال لها مالا نرجع لك شويه اخر بعد العشاء. انتصار قالت له لا، لكن هلا هذه مرخوفه شويه متاع حد ماهوش مسكر اللعب. السيد فهم وبقى يستنى وعاود لها نفس الفصل، زاد قص عليها المنقاله. وبالوقت هي عاودت خرجت وحلت الباب لقاته قدامها. المره هذه خلته يدخل، اما قالت له احكي شنو اللي عندكم بعد اقصد ربي. وباش ما نطولوش عليكم هكا المقابله الاولى وفات كما تمناها السيد. في ساعة ما تشابكوا العينين خلطوا اليدين تشابكت الساقين، ومن الهمس تعداوا لللمس للآهاتي يعني للنظراتي للفتاتي، وشب الحريق واختلط الرحيق كما قال كمال الشناوي في غناية لا تكذبي. ولهنا صار الالتحام والزحام. يقول القائل فين؟ في الحمام في بيت الراحة، وخلينا نقوله في التواليت على خاطر هذيك هي البلاصة الوحيدة الآمنة، لأن الدار متاعها فيها بيت وكوجينة وتواليت وصغارها موجودين في البيت راقدين. آه يا دنيا وآه يا دنيا. خلص حاجك عاوز أمسعكم ومساك. في تواتر الأحداث انتصار سي السيد كثرت بيناتهم اللقاءات، ومن نهارتها كدويريا ولات الملعب اللي تصير فيه لقاءات القمة. عشق وحميميات في أجواء التواليت، ويحمل وطيس متاحهم وساعات ما يفكهم كان الفجر وقت اللي السماء تبدأ تحمار. وقتها يرجع لهم شاهد لعقل وهي تشد وكرها وهو يمشي طول الوكر متستر بكت شيشة ظلام اللي مازالت. مختصر الحديث بقى وعام على هاك المعدل أو أقل شوية. ولهنا من غير ما ندخلوا في اعتبارات علاش انتصار عملت هكا، وإلا كيفاش تخون في راجلها بالسهولة هذيك ومعاجارهم، وكيفاش تخاطر بروحها في بيئة صعيدية مسكرة والغادي من محافظة معناها ينجموا يعملوا حرب أهلية على الشرف. هالسؤالات هذم ولو أنهم يطرحوا أنفسهم بأنفسهم ما ينجموش يحجبوا حقيقة أقروا بها الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين. المرأة كائن وعندها حاجياتها كيما أي كائن آخر، لكن ثم شكون اللي بحكم الخوف الكبير من الوسط اللي تعيش فيه تكبت رغباتها وما تخليهمش يتجاوزوا الممنوعات. وثم زاد اللي كيما انتصار صغيرة ومزالت كي اكتشفت الجماع، وبعد الزواج متاعها اللي دام كان جمعة راجلها يقول لها فيه البركة ويمشي سافر يغيب عليها 3 سنين. باختصار الحديث في الأمور هذه أعمق من هكا وما هوش المجال متاعنا. أنا بدي أشتري منه، عجبني مملوك صغير أدب وظروف، يا ملقيته طبع حلو يجوي ولا فيش أرسى منه، أنا ما بصوتي منه مدام أخلاق وعيب. في هالمرحلة هذه من القضية وبعد ما اللقاءات ولات عادية ما بين انتصار وسي السيد، هو استغل الفرصة بحكم أنه انتصار متمانة، لأنه كما سبق وقلنا لكم السيد معرس وعنده زوز نساء وفيراج معبي متاع مفرخة، معناها هي ما تخافش من شيرة أنه يفضحها أو يعمل أي حاجة تحطها في خطر مع عائلة راجلها، لأنه هو بيدو باش يتحمل نفس المسؤوليات. لكن هو ولا يخدم في مخه معها على أساس أنه اللقاءات متاعهم الحميمية يعتبر فيها خدمات لها. سي السيد ولا يحب ياخذ مقابل، أما مش بصفة مباشرة، معناها يحب يعمل كيما هكا اللي يجي يقولوا، يعني هكا الشبان اللي في الغرب يقترحوا خدماتهم الجنسية عن نساء بمقابل. وخلينا نقولوا أنه سي السيد ولا مومس في المذكر، أما ها هوك الطلبات متاعه مغلفها، ياخذ من عندها في الفلوس اللي يبعث لهم فيها رجلها ويسمي فيهم سلف حتى لين ينوب ربي. وانتصار زادة ماهيش كيما لطرش في الزفة، فاهمة الطرح
وتعرف اللي هو يطلب فيها كالفلوس على خاطر قايم بالواجبات اللي تخلى عليهم غيره، يعني رجلها. مختصر الحديث كل واحد منهم فهم الآخر، أما هوك عاملينها بالستر تحت شعار واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، والشعار الآخر زاد وإذا عصيتم فاستتروا. وهما بطبيعة الحال ما لقاو فين باش يستتروا كان في التواليت. في مجريات الأحداث علاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات ولا بالك لوسع سامي الراجل انتصار كما يقولوا صب الزيت، لا علم لا قال لا شاور لا ناور، طول خذا الطيارة وجاء، وهذه ماهيش عوايده. مستانس يتكلم مرة واثنين وثلاثة، وقريب يبعث براح باش يقول اللي هو جاي المرة هذيك. نهارتها انتصار تخبز في الرغيف ودوب ما هزت راسها لقاته قدامها وراه صرصوت متاع سيكان وفليجات. انتصار في عود تفرح وتمرحب بيه وتترمي عليه وتبوسه ماله إلا بعلها، قالت له شم جايبك؟ في المعنى متاعهم ايه اللي جابك وجاي ليه يا شجن؟ الحاصل قريب تقول له يا مكبوب السعد يا وجه نكد والغصة. سمير وهي باهته يخشمها بخبر من المفروض يفرحها، قال لها راني فسخت الكونترات وجبت حواجي وعملت رجوع نهائي. انتصار لعبت عليها الدوخة قريب تتغاشى، وما خصها كان باش تقول له ليه كده، ما انا كنا زي الفل، انت في الاردن وانا هنا. المراه عزيها تقبل العذاب بعد ما استنست بالطيب متاعها سي السيد، وهذا اقل ما نقوله على خاطر هما بيت الراحه يسميوها حمام. الحاصل واضح انه المشاميه باش تتقلب عليها والامور باش تدخل بعضها، وربما يتبادر لذهنكم انه سمير ما عملش رجوع نهائي هكاكا، وبالكش عائلته شامين حاجة على انتصار مرته، لكن رغم اللي ناصبين عليها العسة ما شدوا عليها حتى بروفا، وكيما يقولوا اللي يسرق يغلب اللي حاحي. لكن على طويل على قصار أكيد الحكاية ماهيش باش تقعد في المهموتة. المفيد عائلة سمير وصحابه بقاو يزنوا عليه ويمحروا فيه، روح 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 رو الماء يلعب تحت ساقيك، وكيما يقولوا المصار والفار يلعب في عبك، إجت لها بمرتك قبل ما تتخرب على راسك. وبطبيعة الحال سمير سلم في الداعي والكسب وروح ساقيه أعلى من راسه. وبالنسبة لانتصار فهمت ولا ما فهمتش أنه الجاية متاع راجلها فيها واو، المهم هي بقات تلعب بالنار. لكن ما نسبقوش الأحداث. صباحك يا ولد عمي، سخنت لك الميه توضى على مصح الواد يا جماعه الجامع. فيها المرحله هذه من الرجوع النهائي متاع سمير قرر باش يحل مشروع متاع مدجنه يربي فيها دجاج، علما وانه المصار وكيفنا يستهلكوا برشا لحوم بيضاء، ما عندهمش جهد للبقري والعلوش. هالمشروع هذا بدا فيه سمير في اواخر 2011 وحط فيه فلوسه الكل، ومرته انتصار دخلت معاه بيديها وساقيها، ولات هي زادة مولات المول، جايبة ما عندها ولا هي بكل شيء، تقوم على الفجاري تنظف وتخرج كالوسخ الكل وتمشي تطيشه بعيد. خلف هذا تعلف كدجاج ومن بعد تلم العظم وترصفه، وراجلها سمير يهز يبيعه في البندر يعني في المدينة. من الأول كان يكري كاميونة باش يهز فيها هكا العظم والقفصات متاع الدجاج، ومن بعد أموره مشيت وشرى توك توك ولا مستقل بذاته. الحد الآن الأمور سمنة على عسل، وفي المرحلة هذه سمير كيف اللي بدا يفطن أنه المدة اللي كان بعيد فيها على مرته تنجم تكون صارت فيها حاجات، لكن كان عنده مجرد شك مش يقين، وهذا جاي من كلام مرتبوه اللي ما تحملش انتصار. سمير حاول باش يرجع المياه المجاريها، لكن كما يقولوا الأمور تجاوزت العلاقة متاع راجل ومرته، ولات تخير سي سيد على رجلها، وكما يقولوا العادة تخلق الضرورة، وأكيد هذا هو اللي صار الانتصار. ويمكن لهنا ما بين ظفرين نوعية الخدمات اللي قدم فيها سي سيد خير من الخدمات اللي قدم فيهم سمير. الآخر متمرس وكبير في السن وفي القدر، وسمير مازال مغلقش 29 سنة، والمرأة الوحيدة اللي عرفها في حياته لمهم فرش واحد هي انتصار.
في مجريات الأحداث هكا الغراميات واللقاءات متاع انتصار وسي السيد اللي كانت عادة وأصبحت ضرورة قصوى وقف حاجز الخوف واللي هو سمير راجل انتصار. أشنو اللي باش يعملوا يواصلوا إلا لا؟ على خاطر كل واحد منهم كان لاقي راحته مستنفع 100% من العلاقة. هي كانت تشحن في المعنويات متاعها في الحمام وهو كل ما تطيح به ينحي لها شوية فلوس، مرة 1000 جنيه مرة 2000، وساعات يضرب 5000 جنيه جبدة واحدة. انتصار في المرحلة هذه فهمت السيد أنه اللي شاح يلبس ما عادش فيها لا حمام ولا دوش، لكن هو ما كانش مستعد باش يسلم فيها بسهولة. واقترح عليها أنهم يتقابلوا في بلاصة أخرى، لكن هي ما قبلتش. وهذا الكل مغصب على روحها، لأنه كل ما يزيد النهار كل ما تشتاق العشيقة والخبرات والحميمية. في الأثناء وكما يقول الشاعر أبو البقاء الرندي، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. المشروع متاع مجند سي سمير بدا يتقهقر بشوية بشوية، وحتى حد ما فهم كيفاشك المشروع كان رابح وبرك في ظرف قصير وسمير ولا مسال وتلز باش يبيع الماتريال الكل. الأمور تبلبزت وكلوا بعضهم هو وانتصار، وقالت له المشروع ما هوش متاعك انت برك، أنا زادة معاك اتعبت عليه أكثر منك. هو قال لها الفلوس فلوسي وانت شم دخلك. الحاصل العلاقة بيناتهم زادت تعقلت، وسمير بعد ما ضربته لحيوت لقى خدمة في القاهرة ورسات له يمشي ويجي، جميعة في القاهرة وجميعة في الدار. ولهنا من غير ما نقولوا لكم أنها تعاودت تحلت كالتواليت ورجعت فيها الحميميات، وهكا الشهوة نساتهم في الخطر ولعبوا بالنار. تعال علي يا موجي البحر شوي شوي يا موجي البحر، بقول لك هحضر لك الحمام والفطور. في هالمرحلة هذه من القضية وفي ربيع 2012 وبفضل العساسة والصبابة وقيادة الأحوال وصل الخبر على اللقاءات الليلية السرية ما بين سي السيد وانتصار وقت اللي رجلها يبدأ في القاهرة. هلموه وقالوا له أعمل روحك سافرت وارجع لها في ليلتها، وكان العمل لها كاكا. سمير رجع في الوقت اللي قالوا له عليه يعني في الليل، وبقى يتبع من بعيد في التحركات. وفجأة شاف سيد كيفاش دخل لدارو، كان يجي مسطوحات ويبرد على كرشه ومستحيل حد يراه. الدار بطبيعتها تبدأ ظلمة الضوء ما يشعلش فيها، ولهنا سمير قرب من الباب متاع دارو وبقى يستنى شوية باش يشدهم متلبسين. لكن ليلتها بالمسلط الفعاليات متاع الحمام ما بداتش في ساعة. انتصار والسيد بقاو في فم الباب يلندرا علاش يتباحثوا، ودوب ما سمير ترشق المفتاح في الكوبة وتخل الاثنين سمعوا الحفلة. وسي السيد دوب ما شافوا في ساعة ما نقز للدروج اللي هز لستح. سمير في ساعة ما خلطت عليه وشد وبداو يتفارعوا، عندي عندك هاي بوني هاي دماغ هاي ركبة. وسمير رغم اللي بسقيقي يعني ذميم كان ماضي، والتخسي السيد وبرك عليه وتخلى عليه بالبونية. في الأثناء انتصار طلعت وما فهمتش شنو باش تعمل، راجلها وعشيقها ولاو يتكركبوا فوق كسطح والجيران قريب يفيقوا. ولهنا طول مشات وجابت مسحة واعطاتها العشيقة سيد، وهو بالوقت خشم بها راجلها سمير حلو جبينه وكالدم فيح يزيد يكمل عليه بضرب أخرى على قبعته. لكن سمير باقي فوق وخانقه، وساعة ساعة كي يلقى الفرصة يعطيه بونيا في وجهه. الحاصل الدم متاع سمير وسي السيد تخلط مع بعض ولا شرشر. ووقتها انتصار خذيتها كالمسحة هذيك ودخلت على سمير راجلها فشخت له رأسه تفشيخ. المسكين تلطخ لطخة واحدة وهكا سطح ولا بحيرة متاع دم، وهو يغفق ويبربس وهي ما كفتش عليه حتى لين تأكدوا اللي هو مات. من بعد مسحوا هكا الدنيا الكل سيقوا نشفوا ورجعوا هكا سطح كيما كان، وبزهرهم لصغار انتصار فاقوا وللجيران. وفي المرحلة هذه بداوا يخطوا كيفاش باش يتخلصوا من جثة متاع سمير. في تواتر هالأحداث
انتي صاروا عشيقة السيد، هزوا سمير راجلها وحطوه في هكا التوك توك متاعو، ومن بعد هزوه ومشاو بيه مسافة باهية بحذا بلاصة خالية كانت مصبة متاع زبلة وفضلات. نفخوا شوليقة بالليسانس وكانت موجودة في التوك توك، سمير كان يمسح بها البلار، ومن بعد هزوه وحطوه في بلاصة اللي سوق فيها وحطوا له هكا الشوليقة المنفخة بالليسانس في حجره، وبطبيعة الحال شعلوا فيها النار والنار لهبت في سمير. حسب التخطيط متاع انتصار وعشيق قاسي السيد، اللي باش يلقى التوك توك هذاك باش يقول شعلت فيه النار، والا سمير قرر باش يحرق روحه بعد ما فلسفك المدجنة متاع الدجاج. هذا هو الذكاء متاعه مش قال لهم، لكن نساو انو حبل الكذب قصير ويا قاتل الروح وين تروح. في مجريات هالأحداث ومن غدوة الصباح بلغ وصل الشرطة أنه فما توك توك في جثة متفحمة، وبالوقت الأمنيين مشاو على عين المكان وعاينوا هكا التوك توك هذاك، لقاوها محروق والجثة متاع سمير مكلاتهاش النار بكلها، بقات الملامح متاعو واضحة وفي سعمة عقلوه، وبطبيعة الحال ما كانش صعيب عليهم باش يوصلوا للجونات. الناس الكل كان في بالهم بالعلاقة اللي كانت موجودة ما بين سيد وانتصار زوجة سمير. الاثنين جابوهم واستنطقوهم ووجهولهم تهمة القتل. من الأول نكروا جملة وتفصيلا ما نسب إليهم، لكن الشرطة لقات البصمات متاعهم في السطح وفي التوك توك وعلى أداة الجريمة، يعني المسحة اللي حطوها في التوك توك، في بالهم باش تتحرق، لكن الأمور مشات في عكس اللي حبوه، ما تحرقتش كليا. والغريب في الأمر أنه المحققين كانوا يتصوروا اللي ثم علاقة متاع حب ما بين سيد وانتصار، واللي كل واحد منهم باش يبرأ الآخر ويحطها في روحه، وهذا عادة يصير وقت اللي زوز عشاق تكون بيناتهم عاطفة كبيرة ويتورطوا في جريمة كمن هذه. لكن انتصار وعشيق هسي السيد كل واحد منهم ألقى المسؤولية على الآخر. انتصار قالت خاطيني ولا جبت مسحة ولا ضربت ولا عاونت. الحاجة الوحيدة اللي استعرفت بها أنها عاونت السيد باش يحط الجثة في التوك توك. بالنسبة لسي السيد وحسب أقواله قال أنه انتصار كانت تفكر باش تخدر راجلها، تحط له منوم في الليمون يعني الليموناضة ومن بعد تقتله. مختصر الحديث بقاو يرميو في التهم على بعضهم. هذا نزل يجري تحت لما نجي وقع على البلاطه راح نقع على دماغه بالطول، ياك تركناه ورا الباب ما تنزل تحت الجحش في الشارع. اقسم بالله العظيم ما حصل، اقسم بالله انا اسمي حلفان، ربنا يتقبل مني. في نهايه هالقضيه وبعد ضغط المحققين على الزوج جونات، الاثنين اعترفوا بما نسب اليهما، وتختم البحث وتعدى ملف الإدانة وتعينت المحاكمة متاعهم، والأمور مشات بسرعة كبيرة. يحكم ربنا به، يحكم به ربنا باش. لا وعلي أنا كمان، إن أنا شفت معي في الجريمة وقليل علي الإعدام محكمة. وفي عام 2015 انتصار وعشيق هالسيد اتسلطت عليهم عقوبة الإعدام. ولهنا إيش باش نقولوا في هالزويز هذم؟ ادخلكم للحمام وخروجكم منه سهل، هيهات يلزمكم تخلصوا حق الحميميات. اللي فاتته حلقة اليوم ولا غيرها من اللي سبقوا ينجم يسمحها عشان يوتيوب متاع إيفام. ما تنساوش باش تحطوا جاماتكم وجادوراتكم على الحلقات اللي تسمعوهم. جاماتكم هي جمع جام، جادوراتكم هي جمع جادور. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج نهجي التريبيونال، وتسمعها كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على إيفام أحلى راديو. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على إيفام.